والحلقة وال يعني والحركة الغير أخلاقية اللي عملها أثناء احتفاله بالهدف. المصري اليوم كاتب ونعم الأخلاق والتربية، تعليق مثير من خالد الغندور على احتفال محمد عبد المنعم بهدفه في مازيمبي. والزمالك اليوم عمرو الدرديري بكلمتين يعلق على تصرفات محمد عبد المنعم. وكورة 365 يكشف سر احتفال محمد عبد المنعم المثير للجدل في مباراة مازيمبي. والحاج فرج عامر يوجه رسالة للاعب الأهلي محمد عبد المنعم. وخالد الغندور على الأهلي نيوز بيقول وبيفسر لقطة شرط محمد عبد المنعم في مواجهة الأهلي ومازيمبي ويكشف سر جديد. عبد المنعم لا يسجل إلا من صناعة معلول، مفارقة مثيرة في أهداف ثنائي النادي الأهلي. بالصور عبد المنعم يفجر موجة من الجدل. محمد عبد المنعم مدافع بدرجة هداف حاسم. عبد الناصر زيدان بيقول على عاجل نيوز صور احتفال محمد عبد المنعم خادعة وكان يطمئن على إصابته. اهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم احمد محمد من كورة وبس. هناخد اول تعليق من خالد الغندور على المصري اليوم على علق محمد خالد الغندور نجم الزمالك السابق على طريقة احتفال محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي لكرة القدم بهدفه الاول في مرمى مازيمبي الكونغولي. وكتب خالد الغندور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا على طريقة احتفال محمد عبد المنعم: طلع كتاب الأخلاق النهاردة، خبي كتاب الأخلاق النهاردة، على حسب مين وفين وإمتى، المعايير بقت على الكيف. احتفال محمد عبد المنعم. وقال خالد الغندور على منشوره قائلا: اللاعب مصاب في أسفل البطن وفي جرح وهيعمل إشاعة بكرة. ورد نجم الزمالك السابق: يعني مصاب بعد إحراز الهدف وكمل المباراة عادي، ودخل في خناقة وحصل على إنذار عادي، ونعم الأخلاق والتربية. ده كان رد خالد الغندور على واقعة محمد عبد المنعم. كمان عمرو الدرديري بيقول: محمد عبد المنعم الذي أصبح يتعامل بغرور كبير وتعالي ظهر في عدة مواقف في الأسابيع الأخيرة، كان آخرها تصرفات غير لائقة في مباراة الأهلي ومازيمبي بالأمس. علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على طريقة احتفال محمد عبد المنعم غير اللائقة بهدفه الأول في مرمى مازيمبي الكونغولي بالأمس. محمد عبد المنعم الذي أصبح يتعامل بغرور كبيرة وتعالي ظهر في عدة مواقف في الأسابيع الأخيرة، كان آخرها تصرفات غير لائقة في مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بالأمس. بعد أن أحرز الهدف الأول ارتكب بعض التصرفات الغير لائقة، ليعلق عمرو الدرديري على هذا التصرف عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. كتب معلقا: قلة أدب ومفيش بعد كده. ده بالنسبة لعمر الدرديري. هقول لحضراتكم سر احتفال محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي المثير للجدل أمام مازيمبي الكونغولي بالأمس. طبعا احتفال محمد عبد المنعم أثار الجدل، وذلك بعد تسجيله هدف تقدم النادي الأهلي على حساب مازيمبي الكونغولي بالأمس في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واللي تأهل النادي الأهلي على حساب مازيمبي الكونغولي. محمد عبد المنعم رفع الجزء الأسفل من تيشيرت وهو معتبر البعض لقطة غير أخلاقية، وأثارت غضب عدد كبير من الجماهير. وعلمت كرة 365 أن محمد عبد المنعم لم يقصد الاحتفال في تلك اللقطة، ولكن كان يطمئن على بطنه بعدما تعرض لكدمة قوية من احتكاكه مع لاعبي مازيمبي بعد قبل تسجيل الهدف. النادي الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي، وضرب النادي الأهلي موعدا قويا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعد فوز بطل تونس على نظيره سان داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في مجموع مباراتي نصف النهائي. ومن المقرر أن يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 و25 مايو الجاري، حيث سيلعب النادي الأهلي مباراة الذهاب في تونس فيما تلعب مباراة الإياب في القاهرة. ده بالنسبة لسر الاحتفال.
الحاج فرج عامر رئيس نادي سموحة بيوجه رسالة للاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم. وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة للاعب الأهلي محمد عبد المنعم بعد تألقه في مباراة مازيمبي، وكتب عبر فيسبوك: فخور بتألق محمد عبد المنعم نجم الأهلي والمنتخب القومي، والذي بدأ مشوار النجاح عندما كان معارا من الأهلي لسموحة موسمين كرويين، وأتمنى له المزيد من النجاح. ده بالنسبة لموضوع الكويت، كلمات الأستاذ فرج عامر. خالد الغندور نرجع له تاني بيفسر لقطة شرطي محمد عبد المنعم وفي مواجهة مازيمبي ويكشف سر جديد. علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق على اللقطة المثيرة للجدل التي تخص محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، والتي ظهرت في لقاء الأهلي ومازيمبي سبب لقطة محمد عبد المنعم. قال كمان خالد الغندور: يوجه اتهام خطير إلى محمد عبد المنعم. كتب عبر صفحته على فيسبوك عقب لقطة محمد عبد المنعم: طلع كتاب الأخلاق النهاردة، خبي كتاب الأخلاق النهاردة، على حسب مين وفين وإمتى، معايير على الكيف. في الوقت الذي علق خلاله أحد متابعي خالد الغندور على ما كتبه على فيسبوك بشأن أن اللاعب مصاب في أسفل البطن وفي جرح وسوف يخضع إلى جراحة. ده بالنسبة لكابتن خالد الغندور. ولكن خالد الغندور رد وكتب: يعني مصاب بعد إحراز الهدف وكمل المباراة عادي، ودخل في خناقة عادي وحصل على إنذار عادي، ونعم الإخلاق والتربية بقت داخل النادي الأهلي. ده بالنسبة لفطوطة خالد الغندور. طيب، عبد المنعم لا يسجل إلا من صناعة معلول، مفارقة مثيرة في أهداف ثنائي الأهلي. وصل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي أرقام المؤثرة مع فريقي بعدما افتتح أهداف المارد الأحمر في مباراة مازيمبي أمس السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي على مازيمبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق، ليتأهل النادي الأهلي إلى نهائي إفريقيا ويضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي البطولة. هدف عبد المنعم في مازيمبي أمس كان السابع للنجم الأهلي مع الفريق، لكن المثير أن الأهداف السبعة جاءت من صناعة الدولي التونسي علي معلول. أول هدف سجله عبد المنعم من صناعة معلول كان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2022، حيث سجل المدافع الدولي هدفا أمام الرجاء المغربي في المباراة التي تعادل فيها الأهلي بهدف لمثله. جاء الهدف الثاني لهذه الثنائية الرائعة في نصف نهائي كأس مصر أمام بتروجيت، قبل أن يأتي الهدف الثالث في اتحاد المنستير التونسي بدوري أبطال إفريقيا 2023. الهدف الرابع لمحمد عبد المنعم من صناعة معلول جاءت في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا العام الماضي، قبل أن يسجل مدافع الفريق من صناعة الدولي التونسي أمام الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية. في نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام الوداد وفي اللقاء الذي أقيم بالمغرب، لعب معلول عرضية ارتقى لها عبد المنعم وأودع في شباك الوداد ليحقق المارد الأحمر اللقب الإفريقي. وجاء الهدف السابع بثنائية معلول وعبد المنعم في مباراة مازيمبي أمس بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. بكده يا صديقي نكون وصلت لنهاية الحلقة. أتمنى من الله إن الحلقة تكون عجبتكم. ادعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل أخبار النادي الأهلي أول بأول. واشكرك يا صديقي إنك كملت معايا الحلقة للنهاية. أشوفك على خير، مع السلامة.